الله يا عبد الله. الشباب صفوا النفوس، لا لا لا، واتركوا حب الفلوس، لا لا لا، في حل والحياة هذه دروس، لا لا لا، وباركوا هنا عروس. لا لا لا، اقول قولوا الحمد لله على السلامة أول شيء. قولوا ما يشوف شر، ما يشوف شر. قولوا الشر ما يجي، الشر ما يجي. قولوا طيب حلو، كنت بقول مبارك. نقول الحمد لله على السلامة العدلان جدي. في حرارة شوي وكذا جاي معنا بخراجل، والله ما أدري لكنه تعبان الآن، عنده حالة يعني طارئة. الله إن شاء الله. عن دعواتكم له، الله يشفيه ويعافيه. روحوا له عنده في المنشن تويتر أو إنستغرام أو منشن. منشن إيش فيك؟ منشن كومنتات. خلو ذا المنشن في تويتر، كومنت في إنستغرام. يا هلا والله، يا هلا والله. ترحبت انت وانا مر السنين، ترحبت مغلب الغيوم. هلا هلا مرحبا، يلا حيا يلا حيا. ما شاء الله شباب، استعجلوا استاذ. مساك طيب، مساك خير، مساك سعد ابو جوف. يلا حيا، ايش اخباركم؟ مساكم طيبين، شلونكم؟ يا هلا والله، مرحبا. نورتوا نورتوا. حيا، شو الاخبار؟ سلام، هلا هلا. كيف حالك؟ يلا حيا، مرحبا. تعال يلا، ما احنا قاعدين هنا، واحد في النص. لا شباب، شباب وين نحطه؟ خذ المجلس، خذ المجلس. الله عليك، هذا القلم، خذ المجلس طال عمرك. بس هذول مو ضيوف. يلا حيهم، الله يحييهم. اسال ايش اخباركم؟ عساكم طيبين. نورتوا البرنامج ونورتوا الاستديو بعد قبل انتم. الله يسلمك، شلونكم؟ عساكم طيبين. محمد مستحي منك، ما قرب، فهمت؟ لا، علشان اعطيها اللفه ذي، فهمت؟ انا قزم، ما اقدر اسكت، تزحلق زين. لا تركز انت. طيب دقيقه، اصبر. كيف الجلسه؟ كيف اعطى كذا علشان تطلع طويل شوي، فهمت؟ كذا اختبار قياس وبر بوينت. شو الاخبار؟ عساك طيب، شو علومك؟ مايك فصخوا الازرار. ركب يا ها، يوم ركبوا المايكات. اوه الازرار مره مهم. يا شباب ضيف، ما حد شاف. اول شيء، ايش اخباركم؟ والله تمام. شاك نعرف فيهم علشان اللي ما يعرفهم يعرفهم. اول شيء اهلا بك وعرفنا عليك. معكم عبد الرحمن السليمان. عبد الرحمن السليمان، والنعم والله. ما شاء الله عليكم. زود شاعر ومقدم في مواهب وافكار. ما شاء الله تبارك الله، ما صالح عليك. أينا. ما شاء الله تبارك الله. طيب أعطنا نبذة سريعة عن إنجازاتك، عن وش سويت، عن أنت عشان نعرفكم. أي أقوى وأكثر إنجازاتي؟ قدمت في برنامج مباشر 77، ما شاء الله، اللي على قناة سمسم. ما شاء الله، حلو. ثم أيضا ثم شاركت في برنامج هذا الكلام على قناة المجد، ما شاء الله، كمقدم. لا، لك ضيف. لا ضيف، ما شاء الله. لا مو ضيف، مشارك، مش ضيف. حلو، يعني في البرنامج يعني. اي في البرنامج، ما شاء الله. ثم شاركت حضرت اكثر مره ضيف في برنامج المدهان. اوه ما شاء الله، قديم. من حايل انت؟ لا اجل، خبروا حق المدهان كله من حايل. لا ايه من حايل صح؟ لا لا لا، ايه شو حاسب من حايل؟ ها؟ من الحوطه جد؟ ولا من الحوطه. ها؟ ولا من الحوض. يا شو ربعت اللي انا قلتها، بطعم كل اللي كذا. السكتة هذه يحتاج لها. ربعتني الله يقلع بليزي، انا قلت الحين ذا حوط قلبي تكتين ثم وقف لا تقارب بس مشاعر. بعطيكم بيتين بعد شوي، يعني الرجال شاعر. ولا ابو عليك ولا توني جاي. لا لا صدق، يا توني جاي من مرقيبة الحين. اي لا لا قاعد على. لا لا والله صدق شاعر. اي شاعر. خذ وخل. طيب يلا خلنا نسمع. لا لا نحلها. يقول لك لا 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 تخرب، ترى ضيوف. لا لا لا، خلنا نعرف فيك ونعرف الشباب واعطيك من ابيات القصيدة. ثم بعد تبي تقول. طيب عبد الرحمن السليمان صح؟ اي نعم. والنعم والله شاعر. اي شاعر. طيب حبيبنا محمد ال حسين. محمد ال حسين. اي كان اول ظهور لي على قناة المجد. ما شاء الله. كضيف. ما شاء الله. ثم قناة سمسم. ما شاء الله. كضيف بعد. ما شاء الله. وهذا بعدين كانت انقطاع ودخلت قناة. ما شاء الله. وش موهبتك؟ انا مقدم. مقدم. مقدم ما شاء الله، مقدم مسرحي ولا تلفزيوني؟ مقدم مسرحي، مقدم تلفزيوني. ما شاء الله تبارك مقدم. الله، قد قدمت امام مسارح؟ والله قناة سمسم. ما شاء الله تبارك الله، بسيط يعني صغير. ما شاء الله. ثم هذا اول ظهور لي بعد. ما شاء الله تبارك الله، ودنا فيكم عبد الرحمن ومحمد صح؟ طيب ايش رايك محمد؟ والله عاش الاسامي والله، يعني اسمك انت تعيدون انتم تعريف في نفسكم انت. اوه طيب، اول شيء خليني اسالكم قبل ما تروحون التعريف للكل، تتابع برنامج اخوي ولا لا؟ شكلي ببقس. ما علموه يا شباب، كنترول. سؤالك محرج. الجزء الثاني، الثالث، الاول.
لا ما تابع. أغمز لك يعني. طيب أنا تقريبا أول حلقة شفتها كان أمس. حلو الحمد لله فيه أمس راكب ما سويت شغل. طيب ومحمد. أنا متابع من البداية. متابع الجزء الأول بيتنا الكبير كنت متابع. ما شاء الله والجزء الثاني والجزء الثالث كله تابع. لا انت ثواني بس عشان بعطيك فرصه بعد قلبي بس بسالهم اخلص من اسئلتهم خذ راحتك يا حبيبي بيشوف شاعرنا انت يلا يلا الملابس طيب محمد صح محمد وش افضل جزء كان لك او وش افضل جزء قصدي وش افضل جزء شاهدته الاول او الثاني او الثالث بصراحه هو اخر جزء اللي كان بيتنا الكبير الثالث يعني الثاني ما ادري ليه هذا الجزء الكم كان اجمل جزء صراحه حلو طيب الان عرفناكم ان ما شاء الله شاعر هذا الجزء الكم؟ هذا الجزء الثالث عشان بس ما تورط، واضح انك انت ضيع كان اعطيتوني دور طيب انت شاعر وانت مقدم، على كذا انت شاعر اطل سمعنا تكتب صح؟ ايه نبطي ولا فصيح؟ اكتب اثنين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله شغيل طيب سمعنا اجل ايش تبي تسمع فصحى ولا نبطي؟ اوه بعد تخيير غديك غديك وعد تعلم سعد والله متعوب على غديك والله غديك كذا غديك غديك واضح انه شد حيله يلا يلا اختار فصحى ولا نبطي فصحى يلا لا لا افضل من فصحى مو فصحى فصحى لا لا دقيقه في شيء غريب هو قال عطنا فصحى ثم قلت لا لا عطنا من الفصيح ايه لان افصح وافصح باللسان بما انك يعني يحسك لا تحجل واحد يلا باللغه العربيه الفصحى الفصحى جيد نحيزتي طوق بورودي يا نازلا في دار آل ثمودي يا باحثا بين الفيا في جنة أقبل فهاك طبيعة المعبود واقرأ بربك في الكتاب ورتلا لا تقرأ في اللوح والتلمود لا تتبع سنن الذين أضلهم رب العباد ومبدع الموجود قوم هم الأفلاس عباد الخنا أحفاد مكر واشنار قرود يا قدس يا دار الكرام يا أحبتي صبرا فإني صرت كالمفقود مما جرى في العين حارة دمعي وتناثر الألماس فوق خدودي وذكرت مجدا قد طرقنا بابه بالعاديات الصافنات الخود سلام الله ما شاء الله عليك صح الله تبارك الله أنا صفق لنفسي أفضل شيء أفضل شيء أنك تكتب الشيء له او شيء هادف يفيد المجتمع ويفيدك انت انك وصلت رسالتك للمجتمع للقدس وصلت رسالتك يعني يكفي انك ما شاء الله تبارك الله كتبت الكلمات وغيرك ما شاء الله يعني ضيع وقتك لكنك ما شاء الله استغلت وقتك في انك ما شاء الله طلعت الشيء الجميل للناس تفلسفت واجد لكن حبيب قلبي احس انك جالس تعيد نفس الكلام يدري لكن لا تركز طيب محمد مقدم كنت بقول لك يلا قدم لتيدكس ما اعرف لتيدكس طيب ودنا تعطينا يعني شيء ولا صح المقدم صح اي صح حبيبي اكيد قدمت مسابقات مسابقات لا كانت فقره بسيطه بس انا قال بطلع لك شيء يخليه طيب حلو ما دامك يعني مقدم ومسابقات اطلع لنا كان هذا ستيج وانه جماهير سوي لنا مسابقه على اسمك والله مشتهين يعني مسابقه سريع ما تحضرني مسابقه لا لا تغمز ابن حلال لا روح ابن حلال ما تحضرني مسابقه افا كذا مره يعني ان شاء الله بعدين انا مجهز موضوع عادي ترى حتى لو فتح حيوان خش عليه نملة نخلع خش عليه نملة نخلع نملة نخلع حركة استبر روح معك اي حركة استبر والله روح والله يلا عاد بتنفع بعض الناس حركة استبر اوف يا صاحب هنا تشيك اعطوني مسابقة اي شيء اي شيء عندك مجهزة وش المسابقات اللي دائما تقدمها امام الجمهور او امام القناة مسابقات كثيرة لكن ما يحضرني شيء احس اني ورطتك صح؟ والله مسابقات تعززت كذا طيب ارجع خلاص الحلقات الجايه باذن الله شوف احلى مسابقات والله بنبتلك اكثر غيرك ورطناهم فتيدكس تفضل ترى حالات انك مثلا تورط واحد انه بعدين بيصير فاهم عرفت الله قصدك يعني انه يوقف يقدم يعني اي صدق ترى انا اول ما طلعت في برنامج مباشر 77 كان هو اول ظهور كذا على طول جابوني من خلف الكواليس من نص البرنامج طلعني كابتن صالح على المسرح ثم قال لي عبد الرحمن تفضل المايك انا اول ما وقفت ما ادري شو اقول ولا ادري شو اسوي فجلست اقول ارحب فيهم مره ثانيه البرنامج في وسط البرنامج حلو جلست اقول حياكم الله اعزائي المشاهدين نورتوا القناه ولخبطت شوي ثم صرت خلاص اذا جيت الحلقه اصير محضر كل شيء
اذا يعني يعني ما تجيب العيد ايه جبت العيد يعني ايه جبت هو هي لازم بدايه تجيب تاليف كلمات لوش لا مثل بعض الناس اي صح لازم اسمع لك قصيده لا يا ابن الحلال ما اتوقع اني يعني برا خلف الكواليس اضبر لك والله خلاص اوكي يلا عليك والله اسمعهم هنا ولا عندي طيب يلا طيب يلا سمعنا دقيقه دقيقه اقعد لا خلني افكر اي صح خليك تصدم الرجال ايوه تقول لي طيب عندي سؤال محمد محمد انت اتوقع ارسلت حتى لك بتقويم ارسلت مقطع اتوقع وانت تقدم كلمه اتوقع صح صحيح طيب تفضل وسمعنا احلى كلمه مسكنا عليك شيء الحين يا هيا هيا سمعنا احلى كلمه يرحمك الله اللي عطس عندي موضوع صراحه انا سجل حفظته هو ابي اقول انا جميل لو ما عندكم خذ راحتك يا حبيب قلبي النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لما اتى له رجل وطلب منها ان يوصيه فقال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ولما سأله معاذ عليه الصلاة والسلام وهل نحن مأخذون بما نقول يا رسول الله قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على أعقابهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فاللسان حجمه صغير وشأنه عظيم أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله فقال فأشار إلى لسانه فاللسان شأنه عظيم صحابة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا له شأن امرأة كانت تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها فقال لا خير فيها هي من أهل النار والنبي عليه الصلاة والسلام قال شو اسمه نسيت ثاني أنت حديث كثير حفظه النبي عليه الصلاة شباب بدايته الحديث عن اللسان قال معنى في مجمل او في معنى ان الرجل يتكلم بكلمه لا يلقي لها بال تهوي به الى النار 70 خريفه فكم من كلمه كانت اسير اللسان فاصبح اللسان اسيرها الانسان قبل ان ينطق بالكلمه يعلم هل هي في موازين حسناته ام في موازين سيئاته اللسان شأنه عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر ما يدخل أهل النار اللسان فننتبه للنسان الله يعطيك العافية كلام جميل والله يكفي أنك تكلمت عن اللسان لأنه أقل يمكن أصغر حاسة أو أصغر حاسة وش يسمونها أصغر عضو صح؟ أصغر عضو لكن الأعضاء جميعها تحذر من هذا العضو صحيح وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو ضمنت ما بين لحييك وما بين فخذيك ضمنت لك الجنة فاللسان آفة عظيمة طيب عبد الرحمن كم عمرك علشان بس ولا يعني نظام لا ربيع خلف الكواليس حتى يفرق الجمهور لا انا اعتقد ما في احد اكبر مني هنا لا الكبير الله يعني شايب الاخوه شايب يعني مع فايز ولا فايز المفروض انه يصير مع فايز لكن ستايل يخدعكم 19 ما شاء الله تبارك الله طيب محمد 15 ما شاء الله تبارك الله طيب في شيء مواضيع مجهزينها لنا صح؟ اي صح خلنا كل واحد يعرف نفسه يا زود يزيد الدوسري منشد ومقدم وممثل حبيبي عبد الله بن صالح الدكان مذيع تلفزيوني ومقدم مسرحي حاصل على اللقب افضل منشد في الرياض روح حبيبي مشعل يلا معك مشعل عبد الزيح ضيف منشد ماخذ لقب منشد رياض مذيع تيدكس ولا غلط ولا لا لا صح مذيع تيدكس تطق حزين الحين وش هي تيدكس؟ تيدكس هذه تيدكس هذا برنامج عالمي واقيم في الرياض طبعا هو فيه اللي هو كيدز وفيه اللي هو كيدز اللي هو الاطفال والعمار تحت 20 تقريبا او 15 فشاركت في اللي هو اللي تحت 15 سنة هو شاركت سنتين وفي السنة الثانية تحدثت عن تجربتي كأخ أكبر هاي كانت مشاركتي في تيدكس ما شاء الله ما شاء الله له ما شاء الله كنت بقول باع يسمونها باع صح؟ وش المهم له ما شاء الله يعني زمان بائع ما شاء الله وش باع باع في التقديم محمد الدوسري منشد مشعل
منشد الرياض حصل على منشد الرياض وعربي يعني عشان اشرح لكم هذا منشد الرياض وهذا لا وهذا افضل شاعر في التاريخ ايوه هذا شاعر الرياض لا دقيقه خلينا نعرف شاعر بدا عشان خلينا نعرف محمد طيب محمد